الأخوة المشاهدين، نحييكم من جديد في برنامجكم، برنامج وسم، بيتكم ومكانكم الثاني اللي دائما نسعد من خلاله بالحديث معكم، ودائما نسوق لكم المواضيع المتعددة والمتنوعة حتى لا تسأم النفوس ولا تمل، ونختار المواضيع الواقعية والاجتماعية والشعرية والأدبية والثقافية، وننتقل دائما من بستان إلى بستان آخر ونقطف زهرة مختلفة عن زهرة أخرى حتى نسعد معكم في هذا التنوع. ولا شك بأن هذا البرنامج يزداد جمالا وبهاء وحلاوة بحضور ووجود الأخ والعزيز الفاضل أخوي أبو عبد الله. يا هلا، فنسعد يا أبو عبد الله في الجلوس بجانبك، ونسعد دائما بما تتحفنا به من مواضيع قيمة نافعة، وجزاك الله خير يا أبو عبد الله. أحسنت أخوي ومطلق، يا هلا ويا مرحبا فيك، أرحب فيك وأرحب أيضا بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وبارك الله لي ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا وأوطاننا، وولي ذلك والقادر عليه. اليوم أخوي بمطلق الحديث حول شاعر كبير، أحد الشعراء الكويتيين اللي انظلموا في حياتهم وانظلموا بعد وفاتهم، انغبنوا إنجاز التعبير، وحري بأن يشار إلى هذا الشاعر، لأنه يعني أنا بالنسبة لي لما أقرأ الشعر الفصيح الكويتي أجد بأن هذا الشاعر هو أحد الشعراء المقدمين من شعراء الكويت، إن لم يكن هو الشاعر الأول على مستوى الكويت، إن لم يكن أقول يعني هذا، يعني كأني أرشح هذا الاختيار، شاعر حر عبقري على الرغم من النكبات التي مر بها، شاعر صقر الشبيب، صقر ابن سالم ابن شبيب من قبيلة شمر، ولد في عام 1894، توفي في عام 1963 رحمة الله عليه. ولد لأب فقير عيش في على الكويت، إنسان فقير كان يعمل على صيد السمك، يترزق الله في صيد السمك، رب ولده على أنه يصيد السمك، يخلفه ويساعده في هذه الحرفة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن ابنه لما وصل إلى عمر 7 سنين أصيب بالعمى، أصيب الولد بالعمى وهو الشاعر صقر الشبيب. بعد ذلك توفي والده، ثم توفيت والدته، فأصبح يتيم، ما عنده أحد، أعمى ويتيم الأب والأم، ما عنده من يرعاه. ففي البداية، في بداية حياته وهو صغير، تربى درس في الكتاب، فحفظ القرآن الكريم وأتقن اللغة العربية، ثم بعد ذلك التفت إلى فقره وبساطته وأيضا إلى نجابته. أحد المحسنين اسمه شملان بن علي من المحسنين في الكويت، فأرسله إلى الأحساء، وكانت الأحساء آنذاك إحدى الحواضر العلمية، المدن العلمية كانت مزدهية بالعدد الكبير من العلماء، وفيها تجانس عجيب جدا، شبيه بالتجانس المجتمعي اللي موجود في الكويت، فبالإضافة إلى أنها مدينة واسعة كبيرة، وهي إحدى حواضر المدن العلمية التي استفاد منها الكويتيون، عدد من أبناء الكويت راحوا ودرسوا في الأحساء، كان من ضمنهم هذا الشاعر اللي مكث مدة طويلة يدرس في الأحساء على نفقة هذا الرجل المحسن وهو شملان ابن علي رحمة الله عليه. فبعد ذلك عاد إلى الكويت، وانتهت فترة الدراسة التي قضاها في الأحساء، وطمع في أن يدرس في المدرسة المباركية، راح تقدم، ما أحد توسط له ولا أحد مشاله، فمسكين دقروه، قالوا له يبا أنت أعمى، شلون ندرسك وشلون نعلمك، فانرفض طلبه في أن يدرس في المباركية، رفض. فكتب شعرا يواسي نفسه، يقولون لي يا صقر ما لك عاطلا، وقد وظفوا من لم يقاربك في الأدب، يعني اللي أدنى منك في الأدب وظفوه، وانت أسمى منهم وأحسن منهم، عندك مهارات أكبر وما وظفوك. يقولون لي يا صقر ما لك عاطلا، وقد وظفوا من لم يقاربك في الأدب، فقلت لهم في رثة الثوب مانعي،
رقي إلى تلك المناصب والرتب، هيئتي وفقري ورثة ثيابي هي التي خلت منعتني من أني أقبل يقبل طلبي. يولى هنا المرء الوظيفة جاهلا على شرط أن تلفى ملابسه قشب. يعني يوظف الإنسان لما يكون صاحب هيئة عنده واسطة، طبعا هي إشارة، ثيابه قشب يعني جديدة، ملبسه زاهي زين، وهو يعني فيها أن تكون عنده واسطة، يكون عنده أحد يمشي أموره وإلى آخره. فحديثنا عن صقر الشبيب حديث يطول يطول. نعم نعم، ولكن احنا عندنا فاصل بسيط ونبي نستكمل يا أبو عبد الله وياك هذا الموضوع الشيق. فاصل الأخوة المشاهدين ونعود لكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم الأخوة المشاهدين من جديد بعد هذا فاصل قصير، ومن قرية يوم البحار، هذا المكان التراثي الجميل الشعبي البسيط اللي نحتاجه صراحة ونحتاج جلوس وياه، نستكمل حديثنا مع أخونا أبو عبد الله عن الشاعر الكبير صقر الشبيب، وما زلنا متعطشين لاستماع لأبو عبد الله أكثر. الله يرضى، أكمل ما عندك يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك أخوي أبو مطلق. هذا طبعا ديوان الشاعر صقر الشبيب رحمة الله عليه، والذي لقبه الشاعر خالد الفرج بمعري الكويت. الله أكبر، لقبه بمعري الشاعر المعري أحمد بن سليمان المعري الشاعر العباسي المعروف، شاعر من الشعراء الكبار، وله دواوين، مجموعة دواوين، وله قصائد شهيرة. احنا لما كنا صغار في مدارس الكويت درسونا غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي. يعني له قصائد في الحقيقة، لا أدري إن كانت يعني في مناهج التعليم اليوم له قصائد تدرس أم لا، لكن إحدى الشخصيات المهمة اللي لابد كل مهتم بالثقافة العربية والإسلامية أن يلم بشيء من المعلومات والأفكار والمعارف والمعاني والقصائد لهذا الشاعر الكبير العباسي، وهو الشاعر المعري. شبه هذا الشاعر بالمعري فأصبح لقبه معري الكويت، والذي الله لقبه بذلك هو الشاعر خالد الفرج رحمة الله عليه، وهو أحد الشعراء الذين يستحقون أيضا الحديث، تخصيص حلقة للحديث عنه، لأن شاعر مشارك في العمل السياسي، مشارك في العمل العام، له كتابات مؤثرة كبيرة جدا، له علاقات دبلوماسية وفكرية كبيرة متجذرة في عمق الجزيرة العربية، له علاقات في المملكة العربية السعودية وفي البحرين، وشغل فيهما مناصب وأدار فيها بعض الصحف في هذه الأماكن. فهو شخصية باهرة، اللي هو الشاعر خالد الفرج. يقول عنه منوها بمكانته الأدبية والشعرية: معري الكويت وبشارها، أو معري الكويت وبشارها، هززت من النفس أوتارها، وألمستها من دقيق الخيال ما يعجز أفكارها، بآيات سحر هتكنا القلوب، أزحنا عن النفس أستارها. هذا كلام من؟ كلام خالد الفرج في الشاعر صقر الشبيب رحمة الله عليه. صقر الشبيب طبعا صاحب آراء جريئة، في بداياته تأسس على العلم السائد في الكويت، حفظ القرآن وهو صغير كاملا، ودرس اللغة العربية، راح للأحساء تثقف زيادة، ودرس الفقه الإسلامي ومواد أخرى أيضا، فجاء عارف، ثم اتسعت مداركه فبدأ يقرأ للمنفلوطي وللعقاد ولعدد من الأدباء، فصار عنده رؤى جديدة، فبدأ ينتقد المجتمع للظواهر السلبية التي كانت تظهر فيه. كان من ضمن الإشكالات الموجودة في المجتمعات العربية بشكل عام بما فيها المجتمع الكويتي أنه كان ينتقد الخلافات الدينية، كان من ضمن الأزمات الموجودة الخلافات الدينية، فانتقدها في قصيدة. بسبب هذه القصيدة هدد بالقتل من قبل بعض المتشددين، فلأجل ذلك انزوى وقعد في بيته، فأصبح في حبسين، حبيس
المحبسين، رهين المحبسين، وهو اللقب الذي كان يلقب به أبو العلاء المعري، أيضا لقب به الشاعر صقر الشبيب، صار رهين المحبسين، العمى والعزلة، اعتزل الناس. الله أكبر. وخلوا في الديانات افتراقا يؤول بكم إلى الحرب العواني، يحذر المجتمعات من الخلافات التي تؤدي إلى دمار المجتمعات. ودينوا من تكاتفكم بدين لكم يلقي التقدم بالعنان، فهل يقضي صحيح الدين ألا تكون ألا نكون من التخالف في أماني؟ لا يمكن نحن ما نختلف، طبيعي أن يكون في ظاهرة صحية أن الناس تختلف فيما بينها وبين بعض. فهذه إحدى المسائل التي عالجها هذا الشاعر الكبير، وهو شاعر صقر الشبيب. الحديث عنه حديث يطول صراحة، نعم. هذه إطلالة بس على ساحل صقر الشبيب. أي نعم. الله يجزاك خير يا عبد الله. فعلا هذه إطلالة على ساحلة. أي نعم. لكن حنا إن شاء الله ممكن نتكلم عنه في حلقات قادمة. أي نعم. مثل الشعراء صراحة الكبار لابد أن نسلط الضوء عليهم. صحيح. ونبيهم لأبناء هذا الجيل اللي قد تخفى عليهم بعض هذه صراحة الشخصيات الكبيرة. أي نعم. فنشكرك يا أبو عبد الله. الله يحفظك. أجدت وأفدت. الله يرضى عليك. وبإذن الله نترقب منك الأفضل إن شاء الله. إلى هنا الأخوة المشاهدين تنتهي هذه الحلقة، ونراكم بحلقات قادمة، والسلام ختام.